اليوم حنا في لقاء الجمعيه المغربيه للصحفيين المصورين المهنيين. هذه الجمعيه تنعرفوها مزيان، جمعيه جاده تيشتغلوا فيها زملاء ديالنا وزميلات ديالنا من الصحفيين المصورين المهنيين، واللي تتشتغل على التكوين والتأطير، وتتشتغل على القضايا المشتركه ما بين الصحفيين المصورين المهنيين. طبعا تتشتغل في ظل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتتشتغل في الإطارات المهنية المنظمة. هادو زملاء وزميلات تنتقاسم معاهم نفس الهم، هم تطوير مهنة الصحافة، دعمها، تقويتها، هم تكوين الصحفي المهني والمصور المهني، والهم ديال تتبع المسار ديال الصحفيين المصورين المهنيين. حنا في هذا اللقاء على بعد ايام قليله جدا من توقيع الاتفاقيه التاريخيه المهمه جدا بين النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه والجمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين. هذاك الاتفاق اللي تنعتبره تاريخي ومميز واستثنائي، لانه لاول مره في التاريخ ديال الصحفيين المهنيين بكل الفئات ديالهم وديال العاملين والعاملات داخل قطاع الصحافه المكتوبه بشقيها الورقي والالكتروني، تيستافدوا من زياده في الاجور مهمه جدا في الوضعيه الصعبه اللي تعيشها الاقتصاد الوطني وتتعيش المقاوله الصحفيه. ما يمكن نقول الا ان هذا اتفاق شجاع وكبير وتحفيزي، وما يمكن الا اننا نصفقوا بكل حراره على ارباب المؤسسات بالجمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين وعلى النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه، اللي قدروا ينجحوا حوارهم القطاعي وقدروا على انهم يجعلوا من الحوار الاجتماعي اساس تطوير المهنه واساس العلاقه اللي تجمع ارباب المؤسسات اللي هما زملائنا من النشر والصحفيين والصحفيات والعاملين والعاملات بالقطاع.